شروق شمس بيعلن بداية يوم جديد. يا رب اليوم ده يكون كله خير وبركة ويعدي بسلام وصحة على كل حد فينا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، وكمان برحب بأندرو في الاستوديو. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الاثنين 26 أغسطس 2024. إن شاء الله أنا ومارينا هنكون مع حضراتكم من دلوقتي والمدة ساعتين على الهواء مباشرة. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأول فقرة معانا، وهي الفقرة الإخبارية اللي بنتابع فيها دايما أهم وآخر الأحداث اللي حصلت مؤخرا. أما بقى فقرتنا التانية فزي ما حضراتكم متعودين مننا دايما بتكون الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وأبرز المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي، وهذه الفقرة هتكون مع زميلتي مارينا وضيفها هنا في الاستوديو أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي عشان يحللوا مع بعض أبرز وأهم المنشطات. فقرتنا الثالثة خاصة جدا النهاردة لأننا هنتكلم عن نموذج مصري مشرف قدرت إن هي يبقى ليها بصمة وتبقى أول كابتن طيار من الصعيد، وطبعا هي حديث السوشيال ميديا الأيام دي، وهي ميرولا ماجد. هيكون هذه الفقرة مع زميلي أندرو، ميرولا هتكون ضيفته في الاستوديو النهاردة. بس قبل كل ده مشاهدينا الكرام هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. معانا أول خبر في فقرتنا النهاردة بيقول السيد الرئيس يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ويجتمع مع وزير العدل. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان ومؤكدا ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة. وناوه السيد الرئيس في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية. كما أكد سيادته ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام. اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة وما تشهد العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية، حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا السياق تقدير بلاده لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام، معربا عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد.
كما تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. لما تقولوا يحصل، الصناعة حلقة متكاملة، مش مجرد مصانع وعمال، الصناعة قرار. وكان القرار إن الدولة المصرية لازم تفتح الملف ده وتشتغل على خطة متكاملة تنقلها من منطقة الاستهلاك لمنطقة الإنتاج. القرار كان صعب لأنك مش بتاخد قرار في حاجة واحدة، بالعكس محتاج قرار في مجمعات صناعية وتوفير طاقة ومستلزمات إنتاج ونقل. تم بالصناعة وزود المدن الصناعية فعلا والقروض الصناعية، لا الدولة يعني مهتمية جامد أو بالصناعية. لكن الدولة المصرية قبلت التحدي واشتغلت على الملف بكل طاقتها وحطينا حلول للمشاكل، وقدرنا نسخر كل مواردنا علشان نوصل لغاية الإنتاج. إجمالي حجم المشروعات في قطاع الصناعة خلال التسع سنين اللي فاتوا وصل 128 مليار جنيه. يمكن الرقم ده يكون هو إجابة سؤال بعض الناس عن إيه اللي عملته الدولة في ملف الصناعة، والإجابة بتكمل بمبادرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وقروض لتنمية المشروعات الصغيرة ب 46 مليار جنيه، وده من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مش بس كده، لا كمان منح بقيمة 3.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وقدرت الدولة تقدم حوافز للمصدرين وصلت ل 56.5 مليار جنيه. الدولة قررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد اللي كانوا مش عارفين يعملوا ايه، وانشأنا 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت ل 10 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، والإنجاز مستمر، وقدرنا نرجع ونطور صناعات استراتيجية زي صناعة الغزل والنسيج، وده من خلال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى، وصناعات تانية مهمة زي صناعة الألمونيوم والصلب. ومش بس كده، وطننا صناعات جديدة زي صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة. كل ده غير إنجازات الدولة في مصانع الاستزراع السمكي والرخام والجرانيت، وإنجازها في وضع اسم صنع في مصر على أكبر مصنع أسمنت في الشرق الأوسط في بني سويف. ما كانش ينفع نعمل نهضة صناعية حقيقية بدون دعم تشريعي ومحاربة البيروقراطية. الدولة المصرية بدأت في تغيير كل القوانين والتراخيص الصناعية، ولأن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصناعة، اهتمت الدولة بملف التدريب والتأهيل عشان تواكب التطور اللي حصل في كل المعدات والأجهزة. علشان كده تم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، وده بالتوازي مع استكمال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي. مفيش حلم بيبقى حقيقة من غير تحديات، ويمكن مفيش أكبر من تحدي أزمة كورونا اللي وقفت كل مصانع العالم، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، وده أثر على مصر في رفع فاتورة الاستيراد. الدولة واجهت الأزمة وفكرت وقررت إنها لابد من توطين الصناعة للمنتجات اللي بنستوردها بشكل كبير، وعلشان كده ظهرت مبادرة ابدأ اللي كان الشغل الأساسي بتاعها تسهيل الإجراءات على أي حد عنده فكرة للتصنيع المحلي وتقديم كل الدعم اللوجستي والمادي. وبدل ما كنا بنصدر ثرواتنا خام لغيرنا عشان يصنعها، بقينا نصنعها احنا ونكفي سوقنا المحلي وكمان نصدر لغيرنا. الباص ده مكتوب عليه الصنع في مصر، الجملة اللي بقت متداولة في الأسواق العالمية. مش غريب دلوقتي تلاقي الجملة دي على منتجات في أسواق كتير حوالين العالم، وده يمكن قدر إنه يخفض العجز في الميزان التجاري لحوالي 42.8 مليار دولار، ولسه الرقم هيقل أكتر طول ما مصانعنا شغالة. وصلنا بالقطاع الصناعي انه يساهم ب 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي. كل الارقام يمكن تفهمها اكتر لما تعرف ان قطاع الصناعه في مصر مشغل اكتر من 3.7 مليون مصري. التطور الكبير في الصناعه خلانا نقدر نصدر ب 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصريه في 2022، بزياده 61.3% عن 2014. والحلم مستمر إننا نوصل هدفنا ل 100 مليار دولار صادرات مصرية. ملف الصناعة المصريين عملوا فيه معجزة، معجزة ما كانش هدفها بناء وتشغيل مصانع، لكن كان هدفها الأكبر إنها ترجع مصر على خريطة الصناعة في العالم.
أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. شهد الفريق مهندس كامل وزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأيضا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع اتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر. هذه الاتفاقية هي الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق. بالتأكيد هذه الاتفاقية ستعود بالإيجاب على التجارة المصرية والصناعة المصرية والسوق المصري بشكل عام. عشان نعرف تفاصيل أكتر حوالين هذا الخبر بيسعدنا وشرفنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ريم عصام بدير، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة. يا دكتور برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أندرو، صباح الخير يا مارينا، صباح الخير على مصر كلها. صباح النور يا دكتور، منورانا. أهلا وسهلا يا مارينا، حضرتك دايما منورة كل الشاشات. أهلا بيك يا فندم. خليني أبتدي مع حضرتك يا فندم ونتكلم عن الأهداف الرئيسية لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق. أكيد يا أندرو، هو الحقيقة الاتفاق تم توقيعه بين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر. والحقيقة الاتفاق ده بيعمل على تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة والصناعة، وثانيا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم. احنا عارفين اقتصاد مصر يعتمد بشكل كبير على الاسم ايز اللي هي المنشآت او الشركات المتوسطة والصغيرة في الحجم، ومشاركتها في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وده من خلال التركيز على دعم المؤسسة المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها ودعم المجتمعات الصناعية الصغيرة وسلاسل القيمة. والحقيقه ان سياده الوزير ورئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير النقل والصناعه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي اكد على ان المشروع ده يتضمن العديد من المشروعات، او الاتفاقيه تتضمن العديد من المشروعات، وتعمل على التنسيق والمستمر مع وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والتعاون الدولي لتفعيل التعاون ده بما يسهم بقى في نهضه الحركه الصناعيه في مصر وتحقيق تنميه شامله. والحقيقه لازم نشير ان الاتفاقيه دي بتعمل على تاهيل وتدريب الكوادر المصريه لانتاج منتجات مكتوب عليها زي ما قلت في المقطع الصوتي اللي دخلته قبل ما ادخل على الهواء، قلت ان احنا خلاص بقيت المنتجات مكتوب عليها ميد ان ايجيبت او صنع في مصر، دي عباره بقينا نسمعها كتير، ولازم بقى نرفع من جوده المنتجات المصريه. فالاتفاقيه دي بتعمل على تاهيل الكوادر المصريه برضو لإنتاج منتجات تنافس في الأسواق العالمية. طب يا دكتور، دعم الاتحاد الأوروبي إزاي هنشوف مردود ده الفترة اللي جاية على المناخ الاستثماري في مصر؟ أكيد الحقيقة يا مارينا، مصر ليها علاقة قوية مع الاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا وجغرافيا، فبينعكس بشكل كبير دعم الاتحاد الأوروبي على المناخ الاستثماري في مصر. يعني مثلا في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي في السنه دي 2024 تم التوقيع على اتفاقيات تشمل حزمه تمويل ضخمه بقيمه 7.4 مليار دولار على مدى 4 اعوام. التمويل ده الحقيقه بيستهدف قطاعات متنوعه زي الصناعه والرقمنه والطاقه والزراعه والنقل، ويهدف الى دعم جهود مصر في مجالات تحول كثيره، في تحول الطاقه والطاقه النظيفه والتحول الرقمي والامن الغذائي. وبيعكس هذا الدعم دعم الاتحاد الاوروبي على ثقه الاتحاد الاوروبي. خلي بالك برضه الاتحاد الاوروبي ذكي جدا، بيعرف كويس قوي يتعاون مع مين، ومصر اهل التعاون واقتصاد واعد، وشافوا ان الاقتصاد المصري وجهود الاصلاح الاقتصاد المصري اللي نفذتها مصر من خلال السنوات الماضيه بنعكس دلوقتي وبنشوف ثمارها دلوقتي تدريجيا. طب يا دكتور، في اطار الشراكه ما بين الاتحاد الاوروبي ومصر، هل هيكون في دور للقطاع الخاص؟ اكيد دايما بيتكامل القطاع الخاص مع الحكومه، ما نقدرش ننكر ان احنا الاثنين بيتكاملوا تحقيق التنميه الاقتصاديه ودفع عجله الاقتصاد، فدايما في مشاركه واشراك للقطاع الخاص
وتسهيل العقبات إليه. يعني شفنا امبارح تصريح من مصر على احدى مواقع المهمه جدا المال والاعمال، بيقول ان مصر لن تتاخر في منح رخص الاستثماريه للمستثمرين وفتح ابواب وتسهيل عقبات الاستثمار في مصر، من اولها القطاع المستثمر المصري، يعني المستثمر الاجنبي والمستثمر المصري. ففي دايما ادماج للمستثمر المصري والقطاع الخاص في اي برنامج بتاخده الحكومه المصريه وخاصه في الصناعه. صحيح. دكتوره ريم عصام بدير، استاذ الاقتصاد بكليه التجاره جامعه القاهره، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله وهذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه. خلونا نروح لخبر تاني يخص وزاره الداخليه، اللي بتنظم عدد من الدورات التدريبيه لعدد من الكوادر الامنيه من الدول الافريقيه ودول الكومنولث، وفي تقرير عن هذه الترتيبات. خلونا نخرج نشوفها ونرجع لحضراتكم مره تانيه. في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الأفريقية والشقيقة، وصلت الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عقد دورات تدريبية لصقل المهارات الأمنية للأشقاء من مختلف الدول، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية ل 180 كادرا أمنيا أفريقيا ومن دول الكومنولث في مجالات حراسة وتأمين الشخصيات والمنشآت الهامة وتأمين وإدارة منافذ الدولة ومكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وعلم الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة والإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية، وذلك بأكاديمية الشرطة وعدد من الكيانات التدريبية الأمنية. Le matériel est moderne. Nous sommes ici, nous avons appris et nous avons fait un recyclage du maniement des armes de poing, armes à épaule, et nous avons aussi. Take into consideration the formation of evacuating with the VIP. It's very essential for the training, and we did the one-man evacuation, two-man evacuation, three-man evacuation, and the four-man evacuation. ارتكزت برامج الدورات التدريبية على الارتقاء بقدرات الكوادر المشاركة فيها نظريا وعمليا، حيث تم إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب في المعاهد التدريبية المصرية المزودة بأحدث الميادين التي تحاكي الواقع الأمني المعاصر، ما أكسبهم خبرات كبيرة في مجال هذه الدورات. Auprès du ministère de l'Intérieur égyptien et de la Sécurité, à l'Académie de la Police du Caire et ici à la Direction nationale de la Police technique scientifique. And this course, which is Forensic and Crime Scene Management here in Egypt. I thank the lecturers, I thank our facilitators, and I thank the Police Academy staff for this great opportunity. I'm here in Egypt to attend the course of Port Security and Border Management. We have learned many things, that including the importance of securing government vital installation, the smuggling of goods, the smuggling of migrants and the human trafficking. وقد أشاد المتدربون خلال حفل تخريجهم بالإمكانات التدريبية التي تتمتع بها مصر وإسهاماتها الفعالة في تقديم الدعم التدريبي للدول الأفريقية والشقيقة بغية تحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم. انتهت هذه الفرصة لتوجيه امتناني وشكري العميق لهذا الصرح الشرطي العظيم، مركز بحوث الشرطة، وبنشكرهم على دعمهم المستمر وتنسيقهم المستدام مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تحقيق أحد أبرز أهداف السياسة الخارجية المصرية، وهي تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. L'Arabie d'Égypte qui a accepté de nous accueillir dans ce beau pays
Et au cours de cette formation, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Je pense que au retour dans notre pays, nous allons dispenser ces mêmes cours à nos collaborateurs. هذه الدورات التدريبية تؤكد على الاستعداد الدائم من قبل وزارة الداخلية لدعم أشقائها في كافة مجالات العمل الأمني وفقا لمعايير تدريبية عالمية، وعلى أيدي نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علميا وتدريبيا لنقل الخبرات الأمنية والتدريبية للأشقاء. كل حاجة ممكن تتدبر إلا أن الصحة ما تتدبرش. هو الإنسان المريض مش بيتألم وبيتعذب؟ وإحنا كدولة دورنا أن إحنا نخفف عنه ما أمكن. هنعمل مسح نشوف كل المصريين. مفيش بلد تقدر تقوم وتصنع وتحمي أرضها من غير شعب قادر بصحة عالية على مواجهة أي تحدي. في خلال التسع سنين اللي فاتوا وفرنا خدمة صحية متكاملة لأهالينا وأولادنا، وكان أول تحدياتنا هو فيروس سي، ومصر كانت صاحبة أعلى معدل إصابة بيه في العالم. ومش بس فيروس سي، ده عشرات الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، واللي كان بيسعى للعلاج ده كان بيواجه قوائم انتظار ممكن توصل لسنين. وكل ده بيحصل في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة اللي كان يساوي 37.2 مليار جنيه فقط. لكن كل ده اتغير. في 2014 طورنا برنامج القضاء على فيروس سي، وبعد نجاحنا اتشجعنا لتكرار التجربة لنزع عشرات الأمراض اللي بتستوطن وطننا من جذورها. في 2018 كانت اللحظة اللي مصر رفضت فيها الاستسلام للواقع وقررت إنها تكون مثل أعلى في حماية شعبها، وأطلقت المبادرة اللي غيرت من حياة ملايين المصريين، مبادرة 100 مليون صحة، اللي قدرت في أقل من 5 سنين إنها تكشف على 92 مليون مصري وتشخص وتعالج ملايين المرضى وبالمجان. Last year I had the honor of visiting Egypt where I met His Excellency President عبد الفتاح السيسي who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. The campaign of his presidency called Meet Million صحة. باعتراف منظمة الصحة العالمية عرفنا أن الحلول لازم تكون مبتكرة، وفهمنا أن الحل في أننا نبتدي. أطلقنا 14 مبادرة وبرنامج صحي وصلت تكلفتهم لأكثر من 30 مليار جنيه. تم وجري تنفيذ 1135 مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه. على الناحية الثانية زادت الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية من 3.7 مليار جنيه في 2014 إلى 26.5 مليار جنيه في 2023، يعني تقريباً بزيادة 7 أضعاف، وانعكس ده على زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لحوالي 5426 وحدة ومركز، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركز بنسبة زيادة 120.2% عن 2014، ووصل فاتورة الغسيل الكلوي في آخر سنة فقط أكثر من 5.5 مليار جنيه. وكمان قامت الدولة بزيادة مخصصات الأدوية في موازنة 2022 لحد ما وصلت ل 14.6 مليار جنيه. وبالتوازي اهتمت الدولة بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخنكة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واللي قدرت مصر تحققه بنسبة 93% لحد دلوقتي. بالتوازي خصصنا جزء كبير من جهودنا لتطوير الكوادر البشرية من أطباء لممرضين، واشتغلنا خلال 9 سنين على توفير كل السبل لمساعدتهم. وكذلك تم زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية. في نفس الوقت مصر أطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، وخصصت له 120 مليار جنيه علشان يشيل من على ملايين الأسر هم العلاج والخدمات الطبية. وقدرنا نقدم أكثر من 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات، وما نسيناش أهالينا الأكثر احتياجاً، عشان القوافل الطبية على مدار السنة بتلف مصر كلها. ووسعنا برامج العلاج على نفقة الدولة، واللي قدرت في 2022 تعالج أكثر من 2 مليون مواطن بتكلفة وصلت ل 16.9 مليار جنيه.
وكمان أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار 2018 وبدأت بتكلفة 5.1 مليار جنيه لحد ما وصلت 4.5 مليار جنيه في 2022، وقدرنا في 9 سنين نوفر لأهالينا أكثر من 1.7 مليون عملية بتكلفة تزيد عن 15.8 مليار جنيه. ولما جه الاختبار الحقيقي في 2020 وانتشر وباء كورونا والعالم شبه توقف، الدولة المصرية كانت مستعدة بفضل خطة تطوير القطاع الصحي تتخطاه بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه، وقدرنا كمان نوطن صناعة اللقاح في وقت قياسي من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. ومصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط توصل للقاح لفيروس كورونا بأيادي مصرية 100%. وفي يونيو 2023 أطلقنا مبادرة 100 يوم صحة في كل محافظات مصر اللي قدمت بالمجان لحد النهاردة أكثر من 35 مليون خدمة صحية لأهالينا في كل أنحاء مصر، من تطعيمات لكشف وعلاج وعمليات جراحية وخدمات صحة إنجابية، ولسه مكملين. هنا الخدمه كويسه وما خدتش وقت على خد الخدمه الجراحيه بتاعتهم سليمه في اي وقت نيجي نلاقي دكاتره. دلوقتي كل حاله لها دكتوره والعلاج موجود على طول في الصيدليه. كل ده حصل نتيجه شغل وتطوير على مدار 9 سنين، ومن انجازاتنا اتكتبت حكايه وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في معلومات منتشرة كتير على السوشيال ميديا بخصوص مرض جدري القردة. المرض ده في معلومات على السوشيال ميديا صح، في معلومات غلط. عشان كده وزارة الصحة المصرية قررت إن هي تبعت دليل إرشادي لكل القطاعات الصحية في مصر علشان الأطباء يعرفوا أو يشخصوا المرض صح، وكمان المواطنين يبقى عندهم علم بالمرض ده وعن الأعراض اللي ممكن تظهر عليهم، فتبين أنه فعلا جدري قردة مش أي حاجة تانية. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المرض معنا دلوقتي على تليفون دكتور حمدي إبراهيم، استشاري أمراض البطنة والحميات. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح مين. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يا دكتور في البداية عاوزين حضرتك تعرفنا إيه هو جدري القردة. حاضر حضرتك. في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك كتير على الاستضافة الكريمة، بشكر أسرة البرنامج، والشكر موصول لحضرات السادة المشاهدين. بالنسبة لجدري القردة، في البداية هبدأ بالتعريف بالفيروس وأماكن استيطانه وكيفية انتقاله وطرق انتشار العدوى، بعد كده هتكلم عن تعريف الحالة المرضية وطرق التشخيص والعلاج والوقاية. جدري القردة هو مرض فيروسي بينتقل الإنسان عن طريق الحيوانات. تم فصل الفيروس سنة 1958 من القردة في كوبنهاجن بالدنمارك. أول اكتشاف لأول حالة مرض جدري القردة كانت طفل رضيع عمره 10 شهور، كانت سنة 1970. الفيروس بينتمي إلى فصيلة اسمها أورسو بوكس، ده من الفيروسات اللي هي بتنتزي السمول بوكس اللي هو الفيروس الجدري، وفيروس الباكسينيا فيروس اللي هو الباكسين اللي اتعمل ضد الجدري، وفيروس جدري البقر ده الفيروس الفصيلة دي بينتمي إليها الفيروس ده. تم تعرف على مجموعة على فصيلتين من الفيروس. الفصيلة الأولى في غرب أفريقيا وده مصحوب بأعراض مرضية خفيفة. الفصيلة الثانية أو النوع الثاني فصيلة تنتمي إلى وسط أفريقيا، النوع ده عادة ما يكون مصحوب بأعراض مرضية شديدة. الفيروس مستوطن في أفريقيا، يعني الدول اللي سجل فيها المرضية كلها في أفريقيا، كونغو، نيجيريا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، الجابون، الكاميرون، وسط أفريقيا، جنوب السودان، يعني كلها بلاد أفريقية. ولكن انتقل الفيروس خارج أفريقيا في بعض البلاد، منها أمريكا سجلت حوالي 47 حالة. يعني حالياً أمريكا فيها 47 حالة فيروس جدري القردة؟ ده يعني من خلال الفترة الماضية، يعني قد تكون الحالات زادت عن كده. دول كلهم حالات كانوا وافدين من أفريقيا اللي معهم بيت أنيمالز اللي هم بعض الحيوانات. دكتور خليني أرحب بحضرتك مرة تانية، ويسعدني جدا وجود حضرتك معنا. وخليني أسألك، إيه الأعراض اللي لو ظهرت على بني آدم نقدر نقول أو نقدر نشخص أنه ده جدري القردة؟
طيب، هو الفيروس بيدخل للجسم عن طريق الجلد او الجهاز التنفسي او الاغشيه المخاطيه، تنتقل العدوى من الانسان للانسان عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي والمخلطين بالمنزل لحاله مصابه. هناك اشتباه تحدث احيانا، ممكن العدوى تنتقل عن طريق الام الحامل للمشيمه. الفيروس الاعراض في هذه المرحله بتشمل حراره، صداع، تضخم بالغدد الليمفاوية، ألم بالظهر، ألم بالعضلات، شعور عام بالإرهاق، طفح جلدي. دي المرحلة الثانية بقى، طفح جلدي خلال يوم إلى ثلاث أيام بعد ظهور الحرارة. بيظهر الطفح في مراحل مختلفة، بيبدأ بالوجه، حوالي 95% من الحالات يبدأ الطفح بالوجه، بينتشر بعد كده باقي أجزاء الجسم، يتطور ظهور الطفح خلال 10 أيام، بيمر بمراحل. أول حاجة عبارة عن بقع حمراء، وبعد كده حبيبات مائية، وبعد كده الحبيبات المائية دي تتحول إلى صديد، حبيبات صديدية، وبعد كده تجف وتتحول إلى قشور، وبمجرد تحولها إلى قشور يعتبر المريض شفي من المرض. الوصف الإكلينيكي للمرض عادة ما يكون بسيط أو متوسط الشدة. طب يا دكتور، هو المرض ده بينتقل من المريض لشخص آخر عن طريق تلامس، ولا إزاي بينتقل المرض منه؟ عن طريق التلامس، ده بوجه اساسي، وممكن طبعا عن طريق ايه، افرازات الجسم زي الايه الدم، وزي سوائل الجسم عموما. طب خليني اتعامل مع القرده المصابه او الحيوانات المصابه، يعني ممكن ينتقل من حيوان لانسان ومن انسان لانسان. طب هو بيقعد قد ايه يا دكتور تقريبا في الجسم؟ من 5 إلى 21 يوم، دي فترة الحضانة بتاعة المرض، وبعد كده اللي عشان كده بيتم عزل الحالات اللي لو اكتشفت حالة، الحالات اللي كان ليها كونتاكت أو اختلاط بالمريض بيتم عزلها لمدة 21 يوم. طب يا دكتور، زي ما كان فترة كورونا كنا بنقول إن الأطفال وكبار السن هم أكتر ناس ممكن إن هم يتأثروا بالمرض ده، أو عشان مناعتهم ضعيفة، فمين الناس أكتر عرضة لجدر القرود للإصابة هم بيه؟ طبعا ضعاف المناعة، وخصوصا الأطفال. الأطفال الصغار طبعا بيبقى الإصابة فيهم بشدة أكتر. يعني ده التشخيص، الحالة طبعا بيتشخص بتشخيص إكلينيكي، وتأكيد التشخيص عن طريق الفحوص المعملية. ولكن هو منظمة الصحة العالمية حطت تعريف لتشخيص الحالات، يعني قسموها إلى حالات مشتبهة وحالات محتملة وحالات مؤكدة. فقالوا إن الحالة المشتبهة هي حالة ارتفاع حاد بدرجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، مع صداع شديد وتضخم بالغدد الليمفاوية، وألم بالظهر والعضلات، وإحساس بالإرهاق والضعف العام نتيجة ظهور طفح جلد. ده بداية أعراض المرض خالص، بداية يعني ممكن نقول إن بالزبط. ممكن يبقى فيه جدري قردة. بالظبط، ده خليني أشتبه. وخلال يوم إلى ثلاث أيام من الحرارة يبدأ يظهر طفح الجلد، يبدأ من الوجه ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم. أما الحالة المحتملة، دي حالة بينطبق عليها نفس تعريف الحالة المشتبهة، لكن حالة كانت مرتبطة ارتباط وبائي بحالة مؤكدة، يعني كان في حالة مؤكدة ظهرت وده كان مخالط ليه، وظهر بدأ يظهر عليه أعراض. ولكن الحالة بقى المؤكدة، ده الحالة المحتملة. الحالة المؤكدة هي حالة بينطبق عليها الأعراض الإكلينيكية، ومؤكدة معمليا، يعني بدأت عملت فصل للفيروس من خلال دم المريض. المخالط أي شخص كان ليه اختلاط مباشر أو غير مباشر بحالة مؤكدة من ظهور الأعراض. الاختلاط يعني اختلاط بالملامسة الجلدية، أو إفرازات المريض، إفرازات الجسم، الفم، أو أي شخص كان مخالط. أنواع يعني اختلاط جلدي بالملامسة، والنوع الثاني اختلاط بإفرازات الجسم، مش دم، بول، براز، قيء، بخاط. النوع الثالث مخالطة المكان، يعني مخالط بالمنزل، بالسيارة، بالمستشفى، وهكذا. طب يا دكتور، هل في أي لقاحات لهذا المرض تم اكتشافها حتى الآن؟ هو اللقاح اللي هو بتاع الفيروس الجدري القديم ده بحوالي بيغطي حوالي 85% من او بيمنع، بيدي وقايه حوالي 85%، وده اتعمل منه جنريشنز، يعني الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث. التطعيم القديم او اللقاح القديم، لانه كان فيروس حي،
فكان ليه مضاعفات واثار جانبيه. اتعمل الجيل الثاني وجيل ثالث اللي هو يعتبر اكثر امانا، ولكن طبعا لان الحالات اغلبها بتبقى حالات بسيطه او متوسطه وبيتم التعافي بشكل تلقائي، فإلى الان هو منع انتشار العدوى هو الطريقه المثلى بالنسبه للتحكم في المرض. دكتور، طبعا التوعيه المجتمعيه مهمه جدا، التخلص من النفايات بطرق سليمه، عدم الابلاغ عن اي حاله مصابه او حاله مشتبهه. هو تم رصد اي حالات في مصر يا دكتور؟ لا يا فندم، لا مفيش حالات. الحمد لله. شكرا دكتور حمدي ابراهيم استشاري امراض البطنه والحميات، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا، بس خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي أخبارنا، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية، وخلونا بقى مشاهدينا الكرام نروح لخبر يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي أعلنت عن كافة التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي، وده هذه الشروط أو هذه الدرجات ستطبق بداية من العام الدراسي الجديد 2024-2025. الوزارة قالت إنه السنة عندنا في أولى وثانية ثانوي بتنقسم لفصلين دراسيين، الفصل الدراسي بيكون فيه اختبارين شهرين، اختبار في الشهر الأول منذ انطلاق الفصل الدراسي واختبار في الشهر الثاني من بعد انطلاق الفصل الدراسي الأول، كل اختبار منهم بيكون عليه 15% من إجمالي درجات المادة. نفس الشروط بتنطبق على الفصل الدراسي الثاني، برضو بيكون عندنا اختبارين، اختبار في الشهر الأول بعد الشهر الأول واختبار بعد الشهر الثاني، والاختبار الأول بيكون 15% من إجمالي درجات المادة، وبرضو الاختبار الثاني فيه 15% من إجمالي درجات المادة. طيب الاختبارين هيكونوا عن إيه؟ عن ما تم دراسته خلال الشهر منذ بداية الفصل الدراسي. عشان نفهم تفاصيل أكتر حوالين كل هذه المعلومات وتوزيع الدرجات، وأكيد في كتير من حضراتكم مهتمين بأولى وتانية ثانوي وعايزين يعرفوا تفاصيل ومعلومات أكتر، عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي جامعة عين شمس. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أتمنى أكون قلت توزيع الدرجات صح، قول لي إزاي بيتم توزيع الدرجات في إطار هذا البند بالتحديد؟ بص يا أستاذ أندرو، الموضوع أكبر من موضوع درجات، الموضوع عبارة عن فلسفة لوزارة التربية والتعليم وليها أهداف أكبر من موضوع درجات رغم أهميته. موضوع توزيع الدرجات ده يا فندم هو الآلية اللي هنحقق بها الأهداف اللي بتسعى ليها الوزارة إن هي تحققها في التعليم الثانوي هذا العام. حضرتك عارف وكل السادة المشاهدين عارفين إنه خلال السنوات القليلة الماضية كان فيها هجر شبه تام للطلاب للمدارس الثانوية. لو حضرتك تفضلت ورحت أي مدرسة ثانوي على مستوى الجمهورية، لو مدرسة حكومي، هتفاجأ بكم التجهيزات الموجودة فيها، هتلاقي شاشات إلكترونية في معظم الفصول، هتلاقي بنية تحتية جيدة جدا، لكن مفيش طلاب، فده بيقضي على العملية التعليمية. فمن هنا بدأت الوزارة إن هي تقوم بقرار ثوري لإعادة الطلاب للمدرسة مرة ثانية. إيه هي القرار ده يا فندم؟ في قرارين ماشيين بالتوازي، القرار الأول يا فندم محاربة الدروس الخصوصية، وظهر القرار أو الوزير طلع قرار رقم 2 لسنة 24 اللي هو بيقضي بمكافحة الدروس الخصوصية
واللي احنا نتعقب المدرسين اللي هم بيدرسوا في السناتر، خاصة لو هم من معلمي التربية والتعليم او حتى من غير معلمي التربية والتعليم. طيب الناس هنا هيقولوا طب ولادنا هيروحوا فين؟ احنا بنقول لهم رجعوا من المدرسة. طيب المدرسة دون وجود آليات محددة بيد المعلم وبيد المدرسة لضبط الطلاب لن يأتي طالب للمدرسة. فمن هنا بدأت الوزارة تتخذ هذه القرارات زي ما حضرتك قلت بالضبط يا فندم، ان مثلا في الصف الاول والثاني الثانوي هيبقى فيه 40% من الطلاب من الدرجة دي اعمال السنة. اعمال السنة دي يا فندم هتبقى موزعة على كذا بند، منها الحضور والمواظبة في المدرسة. طب ايوه بالفعل، لانه احنا عندنا اختبار اول 15%، اختبار تاني 15%، فكده الفصل الدراسي 30%، والفصل الدراسي التاني برضو 30%، يبقى احنا اجمالي 60%، وفي 40% اعمال سنة من ضمنها الحضور والانصراف. بالظبط يا فندم، الحضور هنا يا فندم 10% لوحده، مش بس الحضور، الحضور والالتزام السلوكي. يبقى هنا لو الطالب دخل المدرسة وقام بأي سلوكيات مش كويسة مع المعلمين هيتخصم منه هذه الدرجات، لو الطالب ما غاب هيتخصم منه هذه الدرجات وهتبقى مؤثرة. عندك برضه هيبقى فيه متابعة للواجبات اللي الطالب بيقوم بها من خلال تكليف المعلم دي 15%. عندك تقييم أسبوعي ودوت مهم جدا 15%. التقييم الأسبوعي ده الميزة اللي فيه من ناحية التقويم التربوي اللي أنا متخصص فيه، إن هو بيسمح لمعلم بالتتبع المستمر للطالب، بيخلي الطالب يفنن يذاكر طول الأسبوع عشان عارف إن هو هيمتحن بعد هذا الأسبوع. يبقى هنا الإجراءات دي يا فندم هدفها إن إحنا نعيد الطلاب للمدرسة مرة تانية، وليها هدف تاني يا فندم إن إحنا نعيد هيبة المعلم. صحيح يا دكتور، أنا برحب بحضرتك مرة تانية. حضرتك اتكلمت عن الهدف من هذا التوزيع في الدرجات بالنسبة للمعلم. طيب عايزين نعرف الجانب الخاص بالتلميذ، إزاي توزيع الدرجات دي هيقدر إن هو يساعد التلميذ في المدرسة؟ هو ده طبعا سؤال مهم جدا يا فندم. اللي احنا يا فندم هنا الطالب التقييمات، احنا هنا الطالب المصري للاسف ما بيذاكرش غير لو حس ان هو هيمتحن. طب هنا لو شفت حضرتك تاملت ايه الاوزان النسبيه بتاع الدرجات المخصصه للامتحانات هتلاقيها كبيره جدا. هتلاقي حضرتك يا فندم 15% لامتحان الشهر الاول، 15% لامتحان الشهر الثاني، تمام؟ يبقى دي 30%، 30% لامتحان اخر السنه 60%. طب هل احنا خلصنا كده التقييمات يا فندم؟ لا، عندنا زي ما قلت من شويه التقييم الاسبوعي، الامتحان الاسبوعي اللي هو يمكن يكون في شكل كويز او يمكن يكون في شكل امتحان يعني شفوي او اي شكل من اشكال المعلم هيختاره كل اسبوع. فبالتالي الطالب هنا يا فندم هتحس ان هو ماشي بشكل سيستماتيك بيذاكر، بمعنى ان انا اقعد يعني بتجبر الطالب ان هو يذاكر ويبقى مستمر في المذاكرة بتاعته، مش زي مذاكرة مثلا قبل الامتحان بيوم اللي هي ممكن أول ما اطلع من الامتحان كل حاجة تذاكر تتنسي. لا يا فندم، هنا يا فندم زي ما حضرتك بتقول كده الطالب هنا دخلت أول أسبوع في الدراسة عارف إن أنا عندي امتحان بعد أسبوع، تقييم بعد أسبوع هقعد أذاكر يا فندم عشان أحضر له. الأسبوع اللي بعديه برضه هبدأ أذاكر المواد اللي في الأسبوع اللي بعديه عشان أحضر الامتحان الأسبوع الثاني. طب ده هيصب فيه يا فندم ان الطالب لما يجي يمتحن امتحان الشهر الاول مش محتاج ان هو يقعد بقى يراجع ويبدا المذاكره من اول وجديد وكانه بيذاكر حاجه اول مره، ليه؟ عشان هو ذاكرها من اول السنه. فهنا بيعمل نوع من الضغط بسلوك الطالب، بيعمل نوع من انواع المذاكره المستمره. خلي بال حضرتك في الدول الاجنبيه والنظم التعليم المتقدمه التقييمات المتكرره خلال الفصل الدراسي اهم حتى من الامتحان النهائي. فمن هنا بدانا في مصر دخل مثل هذه الآليات بهدف ان الطالب يذاكر من اول السنه لا يرجع دروسه الى اخر السنه، يحقق نوع من الفهم العميق للمواد الدراسيه، وبالتالي بنحقق نواتج التعلم المستهدفه. صحيح يا دكتور. دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، ونتمنى طبعا ان كل هذه الاجراءات تسير في مصلحه الطالب المصري، لانه في الاول وفي الاخر هو مستقبل مصر. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اللي تكفي احتياجاتها وتعوضي الزيادة السكانية المتسارعة ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار. وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013. ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010.
وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. وإحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر. وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل من غير أكل من غير شرب بس يبقى فيه أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني. وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة. بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار،
محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. أهلا بحضراتكم من جديد. معانا خبر عن الذهب، وفي حالة من التذبذب بيعيشها سوق الذهب عالميا، وده خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واللي أعطى مؤشرات شبه مؤكدة بأن هيتم خفض أسعار الفايدة الفترة اللي جاية، خصوصا بعد أو في اجتماع شهر سبتمبر المنتظر من الفيدرالي الأمريكي. محتاجين نعرف سعر الذهب هيوصل لفين، وإيه الاختلاف اللي هيحصل في أسعار الذهب بعد هذه التصريحات. معنا دلوقتي على التليفون دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الذهب. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح مي. منورة الدنيا. اهلا فندم، اهلا صباح الفل. اهلا بحضرتك يا فندم. عاوزين حضرتك تقول لنا انعكاس قرار الفيدرالي الامريكي على سعر الذهب عالميا الفتره اللي جايه. هو طبعا القرار ده او تخفيض سعر الفايده الامريكي بواسطه الفيدرالي الامريكي ده متوقع من عده اشهر، وكما اعلن جيروم باول رئيس الفيدرالي الامريكي ان سيتم التخفيض في جلستي 17 و 18 سبتمبر القادمين نظرا لانخفاض التضخم الامريكي. وعلى الفور سرع الذهب بالارتفاع عالميا، لترتفع اوقيه الذهب من 2480 الى 2523، وده كرد فعل اولي على خفض الفايده الامريكيه. وده طبعا هيكون ليه تأثير قوي جدا بالنسبة لأسعار الذهب عالمي. طب يا دكتور برحب بحضرتك طبعا مرة تانية، وخليني أسأل حضرتك انعكاس أسعار الذهب العالمية على السوق المحلي المصري. يعني هو أولا السوق المحلي يعني مستقر بدرجة كبيرة جدا جدا، ويوجد وفرة في المعروض من الذهب، وده اللي خلى إن الأسواق المحلية لم تستجب كما استجابت الأسواق العالمية، فنجد أن الارتفاعات اللي ارتفعها الذهب نتيجة الارتفاع العالمي تعتبر ارتفاعات بسيطة جدا. طب يا دكتور بخبرة حضرتك إيه الوقت المناسب لشراء الذهب؟ الوقت المناسب الذهب يعتبر احتياط استراتيجي للدول والأفراد. الدول البنوك المركزية بتحرص على رفع الاحتياط الاستراتيجي، والأفراد أيضا الذهب يعتبر احتياطي استراتيجي بالنسبة ليهم، فأي وفرة من السيولة تعتبر إذا وضعت في الذهب فالذهب مخزن قيمة محترم ويمكن الاعتماد عليه في أي وقت. فلو في سيولة فحتى على مختلف الأسعار تعتبر الوقت المناسب للشراء. طب يا دكتور خليني أسأل حضرتك سؤال دايما بيجي في دماغي، هو ليه أسعار المصنعية دايما بتكون متغيرة من محل للتاني؟ ليه ما يكونش في سعر ثابت للمصنعية يكون متعمم على كل المحلات؟ هو أولا المصنعيات بتختلف أولا باختلاف العيارات، فمن المعروف أن عيار 18 وعيار 14 مصنعيتهم بتبقى أعلى من عيار 21 نظرا لصعوبة تشكيله، اما المصنعيات فبتختلف من مشغول الى مشغول ومن قطعه الى قطعه، واذا كانت هذه القطعه هل هي ماشينري اي تم انتاجها بواسطه المكن او هاند ميد، فلما بتكون هاند ميد بتبقى طبعا اجرتها اعلى من اكيد المشغولات التقليديه. طب يا دكتور في معلومه عاوزين حضرتك تصححها لنا لو هي غلط، بتقول ان من شهر فبراير 2022 مفيش استيراد للذهب. هو طبعا في الوقت الراهن لا يوجد استيراد للذهب، ويعتبر الاسواق المحليه يعني اكتفاء مكتفيه تماما، وكميه الذهب المعروض متوفره ومتوفره يعني بنسبه الاحتياجات واكثر كده. تمام. دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجاره الداخليه لشؤون الذهب، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.
وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى، الفقرة الإخبارية اللي قلنا فيها لحضراتكم أهم وآخر الأخبار اللي حصلت مؤخرا. خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني مع الفقرة الصحفية اللي هنحلل فيها أبرز وأهم المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي، ويسعدنا وشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه الفقرة أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي عشان نحلل مع بعض أبرز وأهم المنشطات. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، جه ميعاد فقرتنا الصحفيه اللي بيشرفنا فيها عبر الهاتف الاستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي. صباح الخير يا استاذ صبري، منورنا دايما في صباح مي. اهلا يا مارينا هانم، ازيك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، سعيد انك معايا، كتر خيرك انك كنت موجوده أكتر. يعني احنا اكتر يا فندم. هنبدا مع حضرتك، اول خبر معانا بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات العمل الجاري لتعزيز فعاليه منظومه التقاضي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد. كما تبع السيد الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. أستاذ صبري، في رأي حضرتك إزاي التحول الرقمي قدر إن هو يغير من منظومة التقاضي أو يطور منها؟ هو فعلا إحنا محتاجين إلى دائما الدعاوى تقام حول العدالة الناجزة وسرعة التقاضي وعدم ركن القضايا في المحاكم لسنوات طويلة، وبالتالي التحول الرقمي والتعامل مع التكنولوجيا يساهموا إسهام كبير جدا في تحقيق العدالة الناجزة من خلال حفظ القضايا بطريقة إلكترونية والتعامل الإلكتروني وكتابة الأحكام بطريقة إلكترونية والتواصل ما بين المحامي أو المتقاضي ووكيله عن طريق الاتصالات الإلكترونية. كل ده يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، ومنظومة القضاء غير أنها قانون فهي قاضي وهيئة معاونة ومباني مهمة جدا اللي هي المحاكم، دور المحاكم والنيابات، فدي مهمة أن تكون جاهزة ومهيئة وكافية لمئات الألوف من القضايا التي تقام سنويا
ما بين المواطنين بعضهم البعض. وبالتالي هذا اللقاء الأول بعد تشكيل الحكومة مع وزير العدل الجديد المستشار عدنان فنجري مهم جدا التعرف على رؤيته وطرحها أمام الرئيس لإنجاز هذه القضايا ولتسهيل إجراءات التقاضي، خاصة وأن مجلس النواب يقوم الآن بدراسة ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمقدم من الحكومة عشان يساهم أيضا في تسهيل الإجراءات القانونية أمام النيابة وأمام المحاكم وأمام القضاة نفسهم، وبالتالي نستطيع أن احنا نحقق ما نصب إليه من عدالة ناجزة. يا أستاذ صبري بنرحب بحضرتك مرة تانية، صباح الفل. أهلا أستاذ أندرو، أهلا مرحبا حضرتك. إيه كويس؟ صباح الفل، ده أنا حظي كويس أوي والله. ربنا يخليك، إحنا اللي حظنا حلو. دايما منورنا ومشرفنا، وخلينا نروح مع حضرتك. اشكرك يا فندم. خلينا نروح مع حضرتك للخبر الثاني من الهيئه الوطنيه للاعلام، والخبر بيقول الرئيس السيسي الوضع الاقليمي الراهن يتطلب تكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر. اكد الرئيس السيسي ان الوضع الاقليمي الراهن يتطلب وقفه حاسمه من المجتمع الدولي وجميع الاطراف الفاعله لبذل كافه المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حاله التصعيد التي تهدد امن واستقرار المنطقه بالكامل، محذرا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهه جديده في لبنان ومؤكدا ضروره صون استقرار لبنان وسيادته. جاء ذلك خلال استقباله الفريق اول تشارلز براون رئيس هيئه الاركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة. أستاذ صبري، إيه رأي حضرتك فيما يحدث في لبنان ورد حزب الله على إسرائيل أمس؟ ده تصعيد يعني لا تريد المنطقة، لأنه يدخلنا في حرب قد تكون حرب إقليمية أو يؤدي إلى الدمار في لبنان ومزيد من الأعباء الاقتصادية على بلد منهك اقتصاديا في الأساس، ويؤدي إلى زعزعة واستقرار المنطقة بالكامل، وكمان يؤدي إلى مزيد من الدماء ومزيد من الضحايا. وبالتالي حرص مصر على وقف القتال في غزة الذي شعار رفعته مصر منذ الأيام الأولى من 7 أكتوبر الماضي، دخلنا على سنة تقريبا، ومصر في كل المحافل الدولية وفي كل لقاءات وزير الخارجية أو الرئيس برؤساء الدول والحكومات تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة واللجوء إلى الحل السلمي والتفاوض. نتنياهو متعنت ونتنياهو يتصور أنه قاب قوسين أو أدنى من النصر في غزة، وأنه كل قضيته الداخلية الصراع الداخلي في إسرائيل يحتم على نتنياهو، أو هكذا يرى ضرورة الانتصار على حماس وتدمير غزة بالكامل، وهو ما يقوم به دون اعتبارات، لا قانون دولي ولا قانون إنساني. صحيح. ولا أي اعتبارات ولا مناشدات الدول ولا مطالبات الدول بوقف قتال ووقف الدمار في غزة ووقف موت الأبرياء وقتلهم، أطفال وشيوخ ونساء ورجال، بينما هو مصر على هذه الحرب، وهو أيضا يستفز حزب الله في لبنان ويستفز إيران ويحاول جرهم إلى ساحة قتالية مباشرة. ولذلك أنا أعتقد أنه التحرك الأمريكي من خلال قائد المنطقة المركزية في القاهرة وفي عدد من البلدان جاء لاحتواء الموقف المتصاعد، وجاء أيضا للتأكيد على الوقوف المعلن
والسافر لأمريكا ضد كل ما يعكر صف الحليف الإسرائيلي. صحيح يا فندم. أستاذ صبري، إحنا لسه مستمرين في الحديث عن حزب الله وإسرائيل، والخبر اللي معانا بيقول قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن العدو الإسرائيلي هو من أوصل المنطقة لهذه المرحلة بهجومها على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت واغتيال فؤاد شكر وعدد من الأطفال، وأضاف خلال كلمة له أن العملية التي حصلت أمس سيطلقون عليها يوم 40. أستاذ صبري، رأي حضرتك إزاي يمكن وقف التصعيد اللي بيحصل في المنطقة حاليا ومنع ما يحدث في لبنان ان هو يتحول او ان لبنان تتحول لغزة اخرى حاليا؟ شوف حضرتك، لا يعني لبنان يتحول الى غزة ده يعني مفارقة لا يمكن ان تحدث نتيجة اعتبارات كثيرة جدا. حزب الله في لبنان لديه العديد من الاسلحة ولديه صواريخ بلستية ولديه خطوط تمويل وإمداد من إيران مفتوحة ومباشرة، لكن دمار يحدث في لبنان ممكن يحدث دمار، وهذا ما تريده إسرائيل تحديدا. إسرائيل تريد كسر شوكة إيران ممثلة في حزب الله، وإسرائيل لا يهمها الشعب اللبناني ولا المنطقة ولا استقرار المنطقة في ظل السكوت والصمت العربي المطلق على كل ما يحدث. ليس هناك صوت يعلو في المنطقة رافضا لما يحدث في غزة أكثر من الصوت المصري. صحيح. ولا نسمع أي دولة عربية أخرى تدافع عن الحق الفلسطيني إلا في المؤتمرات والندوات، ونسمع الشجب والإدانة، لكن التصرفات الحقيقية على الأرض لا تأتي إلا من مصر وعدد قليل جدا من الدول العربية الذي أرسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبالتالي لن يحدث ما حدث في غزة. لكن إسرائيل زي ما قلت لحضراتكم بتحاول جر لبنان إلى معركة، وبالتالي عندما يدخل حزب الله معركته مع إسرائيل معركة كبيرة وواسعة، ده معناه أن إيران تدخل ويبقى هناك مبرر لضرب إيران. ونتنياهو قال بالأمس في كلمة له على الفيديو أن ما يحدث من إسرائيل في ضرب حزب الله هو ضربة استباقية حتى تتحرك إيران، يعني لاستفزاز إيران حتى تتحرك وبالتالي يسهل ضربها، أو يبقى هناك مبرر لضرب لبنان، ضرب لبنان وضرب إيران، وتدخل المنطقة في صراع متجدد قديم ومتجدد من أجل عدم الاستقرار، ونتحول إلى منطقة حرب إقليمية للأسف تأتي على الأخضر واليابس. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك أستاذ صبري للخبر الرابع من اليوم السابع. الصين سنواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن القومي. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالتصور الاستراتيجي والأمن القومي والأنشطة الاقتصادية. وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن قضية تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه، وحثت الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبنود الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين والإيفاء بتعهداتها بعدم دعم استقلال تايوان. أستاذ صبري، البيان كمان كان بيتضمن وقف الممارسات الخاطئة بتحويل القضايا الاقتصادية والتجارية إلى قضايا سياسية وأمنية. شفت إزاي هذا البيان يا فندم؟ هو في صراع اقتصادي وصراع سياسي ما بين الولايات المتحدة والصين، وفي نوع صراع أبدي، صراع أبدي، صراع قديم وصراع متجدد وصراع قادم أيضا، لأنه كلما تنمو الصين اقتصاديا وكلما تهيمن على جانب كبير جدا من الاقتصاد العالمي يؤدي ذلك إلى زيادة حدة الصراع
ما بين أمريكا التي تسيطر على الاقتصاد في العالم وتسيطر على السياسة في العالم وهي القطب الأوحد، الصين وروسيا يحاولان خلق قطب جديد يقف أمام القطب الأوحد اللي هو أمريكا، وبالتالي هناك صراع زي ما قلنا قديم ومتجدد وقادم. هذا الصراع تتعمد أمريكا فيه زعزعة أمن واستقرار الصين من خلال تايوان ومن خلال تشجيعها على انفصال تايوان، بينما الصين لا تقر بذلك وتؤكد أنها سوف تستعيد تايوان مرة أخرى، وتؤكد أن تايوان لا زالت صينية المنشأ وصينية المقام. وبالتالي هذا الصراع لازم ياخد أشكال أحيانا من الحدة وأحيانا من التهدئة، والبيان الذي أصدرته الصين هو نوع من التهدئة المؤقتة، لأن كل دولة لديها من المشكلات ما يجعلها غير قادرة على إدارة الصراع في كل الأوقات وفي كل الأزمنة. صحيح. أستاذ صبري، ننتقل للخبر اللي بعده، بيقول استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الزراعة إجراءات ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه. وأوضح مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تطوير أداء الجمعيات الزراعية ومتابعة حملات تطهير المساقي الخصوصية. حضرتك شايف ايه أهمية ضبط منظومة الأسمدة كمان وتطوير الجمعيات الزراعية في الوقت الحالي؟ طيب، هو أنا بس كمواطن عايز أسأل، هذا الاجتماع كان بيؤكد على ضبط منظومة الأسمدة، ايه هي المنظومة؟ كيف يتم مراقبة المنظومة دي والتأكد من عدم تهريب الأسمدة وبيعها في السوق السوداء، والتأكد من أن الأسمدة تصل إلى الفلاح بالسعر الذي تحدده الشركات المنتجة، والتأكد أيضا من قيام الجمعيات الزراعية بدورها في إمداد الفلاح بما يحتاجه من أسمدة وبذور ومستلزمات إنتاج زراعي. كل ده لابد أن يكون معروفا للجميع ومعروفا لنا، ليس فقط معروفا لوزير الزراعة الصديق علاء فاروق ولا معروف للسيد رئيس الوزراء، لكن لابد أن يخرج البيان مش بعبارات عامة ما يعرفش منها المواطن إيه هو اللي حصل داخل الاجتماع لضبط المنظومة. كان يجب على وزير الزراعة بعدها يخرج يقول أنه تم الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء على 1 2 3 4 وإن إحنا حنعمل أو عملنا أو شغالين على 1 2 3 4 حتى يطمئن المزارع، لأنه مش عايزين يبقى الكلام مجرد كلام يطمئن الناس دون واقع فعلي على الأرض يشهده ويشعر به المواطن اللي هو الفلاح اللي بيشكو من ارتفاع شديد جدا في أسعار البذور وفي أسعار الأسمدة، وأنه بيشتري الأسمدة من السوق السوداء بسعر مبالغ فيه ومرتفع. ونشوف كمان مين هم التجار اللي بيتاجروا في السوق السوداء ونتخذ بالقانون تجاههم إجراءات قانونية رادعة من أجل الحفاظ على هذه الأسمدة من التسرب إلى السوق السوداء وإلى أيادي هؤلاء التجار. يا أستاذ صبري، مبسوطين جدا جدا بوجود حضرتك معنا، ودايما بتكون منورنا ومشرفنا. الشرف ليا، وأنا اللي مبسوط أكتر وسعيد إنه أول مرة تجتمعوا وإحنا على التليفون مع بعض. صحيح صحيح. إحنا سعداء أكتر يا أستاذ صبري، نورتنا. أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. مشاهدينا، احنا كده خلصنا فقرتنا الصحفية، هنروح لفاصل واندرو هيكون معاه الفقرة اللي جاية، نموذج مصري مشرف. زي ما قلت في بداية الحلقة، بنت استطاعت ان هي يبقى ليها بصمة خاصة بيها وهي تبقى اول كابتن طيار من الصعيد، وهي ميرولا ماجد. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.
أهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه معادنا مع الفقرة الثالثة والأخيرة واللي هنتكلم فيها عن نموذج مصري مشرف يحلق في سماء العالم. الحقيقة الشخصية اللي معانا النهاردة هي ارتبطت بشكل كبير جدا بالكنيسة والخدمة والكشافة، وهم دول اللي شكلوا شخصيتها وهم دول اللي حطوها على تراك النجاح. مش بس كده، هي أصبحت حديث السوشيال ميديا بلا منازع. بقالنا كام يوم بنصحى كل يوم على حديث منها في مكان ما بتتكلم فيه عن حياتها وعن إصرارها وعن نجاحها وعن تجربتها، اللي الحقيقة أنا بشوف إن هي واحدة من التجارب الملهمة جدا 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 لأي إنسان، الحقيقة مش للمصريين بس. لازم نشوف النموذج ده ولازم نفخر بيه ولازم نعرف التجربة دي بدايتها كانت عاملة إزاي لحد دلوقتي. بطلة حكايتنا النهاردة هي ميرولا ماجد، أول كابتن طيار صعيدية ومن صعيد مصر وبالتحديد من محافظة أسيوط. ميرولا كمان بتدرس إعلام بجانب الطيران، ويعني حققت بقى إنجازات في الطيران ما أقولكوش، يعني وأنا بتكلم معاها دلوقتي طارت مثلا 190 ساعة فيهم 36 ساعة سولو ده يعني هي بتطير لوحدها تماما. اتدربت على 4 أنواع من الطائرات، هنتكلم في كل حاجة وهندردش وهنعرف كل الحاجات. يا ميرولا صباح الفل وألف ألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. احنا مبسوطين بيكي جدا وفخورين بيكي جدا ومبسوطين انه عندنا هذا النموذج المشرف اللي الحقيقة لازم طول الوقت ندعمه وطول الوقت نعمل زيه وطول الوقت نقول للشباب انه احنا عندنا مصريين شاطرين جدا جدا. شكرا جدا لحضرتك. طيب خلينا نبتدي من الاول خالص ونرجع كده بالزمن شويه، انا عارف انه انت لسه صغيره، لكن خلينا نرجع كده بالزمن شويه ونتكلم عن مرحله الطفوله. ولما تيجي يا ميرولا تسالي اي شاب او اي شاب مسيحيين عن مرحله الطفوله اكيد هيقولوا الخدمه والكشافه والكنيسه والمنظومه دي كلها هي اللي بتشكلنا وهي اللي بتحطنا على الطريق. كلميني أكتر عن الكنيسة والخدمة في مشوارك منذ طفولتك وحتى الآن. هو أنا كنيستي كانت في أسيوط، كنيسة ماري جرجس، ودي اللي احنا بابا أسسها معانا، يعني أسس معانا الموضوع من أوله لآخره، إن احنا لازم الكنيسة يوم على الأقل يوم في الأسبوع هنروح القداس، ده غير طبعا مشاركتنا في كل حاجة في الكنيسة سواء كشافة خدمة، الحاجات دي كلها بنبقى مشتركين فيها، وجودنا يعني بيبقى دايما مهم بالنسبة لبابا. وبعد كده حتى التمارين بتاعتي أو الرياضات بتاعتي كانت الكنيسة بتشجعنا جدا، تعمل لنا دوريات كرازة ويصفرونا، فهم كانوا بيشكلوا يوم كبير، يعني حاجة كبيرة في اليوم بتاعنا. أعتقد كمان أنه جزء كبير من الالتزام، لأنه أكيد شغلتك طبعا محتاجة التزام كبير جدا، شغل يعني جزء كبير من الالتزام اللي أنت فيه دلوقتي ده بسبب الكنيسة وبسبب الخدمات وبسبب الكرازة والحاجات اللي احنا كنا بنمر بيها وإحنا صغيرين، هي اللي نمت عندنا الالتزام بشكل مزبوط. طيب قبل الهوى كنت بتكلم معاكي عن إبراشية أسيوط ويعني إزاي هم كانوا بيدعموكي وإزاي كانوا واقفين معاكي، والحقيقة أنت أول ما قلتلك إبراشية أسيوط فقلتلي الأنبا يؤنس على طول، فشفت لمعة كده في عينيكي وأنت بتقولي الأنبا يؤنس، فهمت بيها أنه الراجل ده قد إيه ساعدك وقف معاكي ودعمك. كلميني أكتر عن علاقتك بالأنبا يؤنس. هو الأنبا يؤنس في أسقف أسيوط هو مش بيغيب وقت طويل، مع إن هو بيبقى عنده التزامات كتير في القاهرة، فده بيبقى صعب، يعني كنا بنسمع أيام إن هو يبقى في الصبح في القاهرة وبالليل بيعمل حاجة تاني في أسيوط، ونقول إن هو مش هيبقى موجود النهاردة في الكنيسة نفاجئ إن هو موجود. فكان يعني كان بيتواصل، ناس بتتواصل مع بابا إن هو كان عايزني أشوفه في الدير ويسلم عليا ويكرمنا، وبيهتم دايما بأي نجاح لينا، دايما يعمل حفلات تكريمات للناجحين في الدير، دير العدرا، وبيعمل كل سنه ثانويه عامه لازم يعمل لهم حفله تخرج، ويهتم قوي بالنماذج المميزه عندنا. في عين دايما موجوده ما بتسيبكمش. مظبوط. طيب. وقبله برضو الانبا مخائيل يعني. طيب خلينا نتكلم بقى عن بدايه المشوار وبدايه الرحله.
وانا هنا بقول رحله وقصد اقول رحله لانها لانه مصطلح له علاقه بشغلي بشكل كبير. الرحله ابتدت ازاي وازاي نور في دماغك انه في حاجه اسمها كابتن طيار وانا ممكن ادخل كليه اتخرج منها واخد رخصه واطير واسوق طياره؟ والموضوع مرعب يعني مش سهل خالص على اي حد. الفكره جت في دماغك ازاي؟ بص، هو احنا بدانا نسافر بره مصر او نركب طياره كنت انا في مرحله الابتدائي كده، رابعه او خمسه ابتدائي. فانا من اول ما رايحين المطار بتشوف اول حاجه الطيارات في الهانجر مركونه في طبعا حالة ساعتها ما كنتش عارفه ان هو هانجر ولا عارفه ولا عارفه الابرون ولا عارفه كل الحاجات دي، بعد كده عرفتها. بس انا شايفه طيارات راكنه منظرها تحفه، فعيني لمعت كده وفصلت عن العيله. بعد كده داخلين المطار عماله ابص هنا وادور هنا واتحرك لوحدي، فماما لاحظت دوا جدا ولاحظت ازاي ببص للضباط على الارض وازاي بشوف المضيفات ماشيين كده. هي اللي بدات تتحرك، مامتي كانت جريئه اكتر مني بكتير، فهي اللي كانت تروح تسال المضيفات وكده وتقول لهم انت عملتي ده ازاي، دخلتي كده ازاي، تسال الضباط، تسال الطيار ده عملتي ده ازاي، تقعد تسال عشان تديني انفورميشن انت عايزه ايه. فانا حبيت الموضوع من بره كتوتل كده، انا عايزه ابقى في المكان ده، طب انا عايزه ابقى ايه فيه، وانا يعني كنتش لسه حددت بقى، انا كنت صغيره ما كنتش عارفه انا عايزه ايه، بس انا عايزه ابقى في المكان ده. بعد كده عدى الوقت ومع كل سنه بسافر فيها بره مصر او بركب فيها طياره لازم صوره ان انا هتصور جنب الطياره، انزل بسرعه من الطياره اتصور بسرعه ونجري على الاتوبيس. وبعد كده جمعتهم عندي على الحيطه، يعني الحيطه بتاعتي فيها صوره مع كل طياره بركبها، لغايه وكل مره اقول السنه الجايه هحط صورتي، السنه الجايه هحط صورتي. انت متيمه بشكل الطياره بكل حاجه، كل حاجه، كل تفاصيلها، كل المنظر كله على بعض، الطياره والطيارين، المكان، المطار نفسه، كل حاجه. فاول ما حط يعني جت فرصه ولبست البدله واتقابلت في الاكاديميه صورت على طول وحطيت صورتي، وحسيت ان انا عملت انجاز رهيب، ولو انا لسه ما بداتش بس انا حسيت ان انا اخدت شوط كبير. بس بعد كده عرفت ان انا ممكن ابقى الكابتن نفسه، فطبعا ما ترددتش في الموضوع ده وبدات اسال ان انا عايزه اعرف اكتر معلومات اكتر عن الطيران وكده. طبعا كان في معلومات خاطئه كتير. يا جماعه اللي هو وكابتن طيار ده بتعملوها ازاي؟ يعني دايما اكيد كنت بتسالي الاسئله دي. مش لاقيه بقى حد يجاوبني لان ما حدش كان دخلها في اسيوط خالص، فما حدش يعرفها، فما لناش حد من اهلنا دخل في الطيران. معلومات منين عرفتي؟ عايز اقول لك اني على السوشيال ميديا في معلومات كتير قوي 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 غلط، يعني اكتر من نص المعلومات غلط. فبابايا هو اللي قال لي ما نعتمدش على السوشيال ميديا بدل ما انت اخترتي ده. في الاول بابا كان متردد جدا لاني مش عايزك تدخلي طب، زي ماشي مفيش مشكله بس اختاري حاجه نبقى عارفينها، نبقى اللي هو ماشيين مع الناس كده، انا فاهم انت بتعملي ايه، لكن طيران احنا ما حدش نعرفه فيها. فدي كانت قلق بابا منها ساعتها. بعد كده لما لقي ان هو حلمي خلاص تمام، انا ده هيخليكي سعيده، انا هنفذه لك. نبدا سافرنا القاهره وبدانا نسال، رحنا الوزاره ورحنا الاكاديميه سالنا وقلنا عايزين ايه الاوراق المطلوبه، ايه المصاريف المطلوبه، ايه كل الديتيلز دي كلها، ورجعنا جمعنا كل المعلومات بتاعتنا وسالت ناس، بقيت ادور على السوشيال اشوف ناس واسالهم واجمع معلومات، وبابا كان بيجمع معايا معلومات وبس وقدمت. طيب خلال وانت بتحكي رحلتك خدت بالي انك ذكرتي بابا وماما كتير جدا. حقيقي. وانا دايما مقتنع انه اي شخصيه ناجحه في الدنيا لو يعني فتشت وراها هتلاقي انه البيت كان عامل رئيسي. كلمينا اكتر عن والدك ووالدتك وازاي هم، يعني باين من كلامك ان هم مش بس كانوا مأمنين بيكي، دول رسموا لك الطريق. يعني انت بتقولي لي ان مامتك كانت في وقت من الاوقات بتروح تسال نيابه عنك عشان هي اجرأ مثلا. باباكي كان بيساعدك في الحصول على معلومات معينه. فكره انه اهلك معاكي مشجعينك وحابين اللي انت بتعمليه وواثقين فيكي ومأمنين بيكي، ده شكل جواكي ايه؟ وانا حابه بس اقول حاجه، ان انا كنت فاكره ان ده الطبيعي، ان ده الملزم من اي اب وام، ان هم ده الملزم عليهم ان هو نحافظ ونعمل كل الحاجات دي لبنتنا او لابننا. لما بعد كده، لان انا كان مغلق عليا، لما بعد كده شفت مجتمعات اخرى اكتشفت ان انت تلاقي اب وام يشجعوك بالطريقه دي ويبقوا معاك، ده طلع شيء صعب جدا. طبعا. ان انت تلاقي عيله مستقره ده طلع شيء صعب جدا يعني.
فانا مامتي، بص هو انا بابايا بحكم ان هو شغله اليوم كله حرفيا، بابايا بيصحى من 5 الصبح بنشوفه 10 بالليل، فمامتي هي اللي كانت مسؤوله عن البيت، عن مذاكرتنا، اكلنا، الحاجات دي كلها، طبعا بمساعده بابا، هما الاثنين كانوا مشاركه في كل حاجه لان هما الاثنين بيشتغلوا بعد كده، بس ماما اللي كانت واخده حيز اكبر. بس فلغايه لما ماما انتقلت السما، فبابا بقى الاب والام، فده كان شيء اصعب، فاللي هو بقى عايز يشكك اتنين بالفعل بالدور جدا ده. جدا جدا يعني انا شفت ناس كتير حصل لهم دروب قوي، مع اصل انت مع وفاه الاب والام، وخصوصا لما تكونوا عيله مقربه قوي، لما بتفقد حد فيهم بيحصل دروب لازم طبعا. وخصوصا ان انا كمان كنت في ثانويه عامه، فبابايا في لحظتها اتكلم معايا، مع ان بابايا كان حزين حزن رهيب، ويمكن هو ما تجاوزش لغايه دلوقتي، لكن هو من تاني يوم، انا كنت في ثانويه عامه، ذاكري ما توقفيش مذاكرتك، في حصصك، حياتك، كملي، هي مش هتبقى مبسوطه لما تشوفك بتعيطي عليها، هي عايزاكي تنجحي. فعوض المكان طبعا، بقى معانا وقت اطول، قلل من فترات شغله عشان يبقى معانا، فعوض المكان بسرعه جدا، ما لحقتش ان انا احس بفراغ. طيب ايه رايك لو نقول الو؟ تيجي نقول الو؟ قولي كده الو. الو الو بابا، ده بابا، ده بابا. يا دكتور بنرحب بحضرتك واهلا بيك ومنورنا ومشرفنا. حبيبي ربنا يخليك، شرف ليا. احنا سعداء وفخورين بمارولا جدا، وحاسين انه اخيرا بقى عندنا نماذج ناجحه مصريه تشرفنا. العالم كله الحقيقه بيبص على مارولا وهي بتحقق نجاحات، والعالم كله شايف قد ايه هي تعبت وقد ايه هي وصلت للي هي فيه ده بعد اجتهاد ونجاح. لكن كان دايما شغلني يا دكتور في كلام مارولا ان هي دايما بتتكلم عن باباها ومامتها وكانهم اصحابها مش باباها ومامتها، فازاي سمعت كلام مارولا وازاي بتمثلك بقى مارولا بكل النجاحات اللي هي وصلت لها دي؟ هقول لحضرتك حاجة لطيفة خالص في موضوع موافقتي ان ميرو تدخل الطيران. انا فكرت ان الله نفسه عمره ما ارغم البشرية على شيء، يعني الله ادانا حرية الارادة وادانا حرية الاختيار. الله كان ممكن يخلق ادم زي الملائكة يعني، لكن الله مع العلم، مع علمه ان حرية الانسان دي هتكلفه التجسد والخلاص، الا ان ادى لادم الحريه، فازاي انا ما اديش حريه لاولادي انهم يكونوا بيعملوا بياخدوا قراراتهم واختياراتهم. فانا بس حبيت يعني ابقى شبه سيدي كده، اني اقول لهم خليكم انتوا بتاخدوا قرارات انا ابقى مدعم فيها، ابقى سبورت فيها، لكن القرار قرارك انت، ده حلمك، ده مستقبلك، اختاري وانا معاكي، لكن ما كنت طب ما خفتش من التحديات يا دكتور؟ يعني اكيد المجال اللي هي داخلاه مارولا بتقول ان هو مجال جديد عليكوا في اسيوط، وحتى لما كنتوا بتعملوا معلومات لقيت بتعملوا بحث عن معلومات لقيتوا انه هناك معلومات كتير جدا غلط، ما خفتش ان هي داخله مجال جديد في مكان جديد هتتعامل مع ناس جديده، ده كان مسبب لك اي خوف؟ حضرتك احنا اسرتنا اسره مرتبطه جدا، واحنا يعني كنا على طول مع بعض، لكن من زمان وانا بحب السفر، انا كمان انا واولادي، وكنت احب ان انا اخدهم يشوفوا بره عشان ياخدوا يعني نولج عن العالم كله يعني، والابهار اللي كان بيسببهم العالم الاوروبي والعالم الاسيوي قد ايه، لما شافوا الحقيقه عرفوا ان احنا ان مصر دي بلد جميله وعظيمه. فلما بدات ميرو تاخد القرار ده، طبعا مفيش شك ان الواحد طبعا بعد 20 سنه بنتي معايا وابني معايا هتبتدي تغترب عني، وهتختلف في عالم الى حد كبير انا ما اعرفش عنه حاجه، لكن قلت اللي هيبدا هيكمل، وربنا اللي بدا الخطوه هيكملها. صدقني قلت لك ما كانش في خطه محطوطه انا وهي صحيح. طب ايه الخطوه الثانيه في كل حاجه احنا بنعمل الخطوه، يا رب الخطوه اللي جايه في ايدك انت، نبدا وانت كمل.
وعشان كده ربنا وعشان كده دكتور ربنا كملها بالخير وقدامنا نموذج مشرف دلوقتي الحقيقه نفخر ان هي قاعده قدامنا. دي حقيقه. ربنا ربنا كريم وسخي وبيدي بسخاء وايده فرطه كده، فلما ربنا ادى بفيض عارف اللي هو يعطي بسخاء ولا يعير، الله اعطى بسخاء يعني كل الخير اللي احنا فيه وكل النجاح اللي فيه ميرو بلا شك طبعا هي ليها مجهود وليها تعب وليها كفاح في اللي وصلت له، لكن الكفاح دوا لما يكون الله فيه بيبقى اكثر اجمل مختلف واجمل. صحيح. طيب قولي لي يا مارولا، اخر مره كلمتي بابا انت النهارده؟ قبل الهواء على طول. على طول بابا افتح التلميسات معرفش ان قبل هو قبل ما تطلع الطياره وبعد ما تنزل من الطياره بابا انا نزلت من الطياره بابا انا طالعه الطياره طول الوقت مصدعه بابا، طول الوقت مكالمات 24 ساعه. ربنا يخليها لك يا دكتور وتفرح بيها دايما ودايما وتشوف نجاحاتها والحقيقه مش حضرتك بس اللي هتفرح بيها، المصريين كلهم فرحانين بيها واحنا فرحانين بيها، وبجد بجد نموذج مشرف ونعمه التربيه. ايش حبيبي، انا بس عايز اقول حاجه واحده بس. مفيش مستحيل، اللي عايز يعمل حاجه وعنده طموح يعمل حاجه مفيش عند ربنا حاجه مستحيله طبعا. هو بيمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، الله بيمنح الانسان الطموح. يعني ميرو قالت مش حاسه مستحيل اي صح. حد يقول يا عم لا، ميرو خدت القرار وخدت المستحيل ده وقدرت عليه طبعا بمعونه ربنا. صح، ربنا يخليها لك ودايما مبسوط بيها. دكتور ماجد مجدي رمزي والد كابتن طيار مارولا مجدي، متعوده على كابتن طيار؟ يعني الناس بتقول لي كابتن طيار، شعورك ايه؟ لا ببقى مبسوطه طبعا بس مش بتتقال لاني اصلا انت مش بتبقى مركبها على شكلي، يعني انا سني صغير وبعد كده من غير البدله بقى بيبقى اصغر واصغر، يعني الناس ما بتعرفنيش. طب قولي لي بمناسبه البدله والحديث عن البدله، ممكن تشرحي لنا كده البدله مكونه من ايه والاشارات اللي فوق والحاجات؟ السبلايتس بتاعتك انت بتدخل الاكاديميه بون سبلايت، دي انت لسه بادئ بيبقى اول رخصه بتاعتك اللي هي البرايفت بايلوت لايسنس، دي بتبدا بيها بيبقوا 35 ساعه طيران، بتاخد الجراوند بتاعك ارضي، بعد كده بتطير الطيران الفعلي، بعد كده بتعلق الشرطه الثانيه بعد ما بتعمل اند لاول رخصه، وبعد كده بتبقى كده بتطير اي ار، وبعد كده بتخلص الاي ار والسي بي ال بتعلق الشرطه الثالثه، بيبقوا الثلاث رخص بتوعك اللي هو انت اوريدي خلاص حصلتي عليه. مظبوط. طيب 390 ساعه مظبوط فيهم 36 منفرده سولو مظبوط، عملتيها ازاي؟ عملتيها ازاي؟ ده انا يعني ممكن الواحد يبقى راكب طياره وقدامه طيار هو اللي بيقود والدنيا امان وكل حاجه وما بيستحملش عدد ساعات معين، انت بطولك ولوحدك طبعا ربنا يعني بيكافئك ودايما ناجحه وشاطره، بس بطولك ولوحدك قدرتي تعملي ده ازاي؟ بص، هو احنا في الاول لازم بنتمرن تمرين كتير جدا علشان تتحكم في الطياره، سواء بيبقى معاك النولج ومعاك السكيل، لغايه ما الكابتن بتاعك بيقول لك انت فت ان انت تدخل تيست سولو، ان انت تمتحن سولو، بينزل الكابتن ويركب الاكزامينر. كنت خايفه بقى ساعتها وانت؟ ما طبعا، وخصوصا الاكزامينر اللي كان بيمتحني كان صعب جدا من الكباتن اللي كانوا صعبين في الاكزامز، يعني فاللي هو كل حاجه لازم تبقى مظبوطه بالرقم. أوكي. يعني 2500 ار بي ام يبقى 2500 ار بي ام، 2550 ايه ليه مش ظبطها ليه؟ ففي حاجات في ناس بتعدي وحاجات شارب، فطبعا كنت متوتره جدا جدا، وخصوصا ان كان كتير اللي هو مروله لعبيه فان اكتر الحاجات دي كلها، فكله كان مراهن ان مروله مش هتقدر تطلع سولو بدري او في ميعادها. فبعد كده الكابتن قال لي تمام انا هدخلك تيست النهارده، في يوم قال لي انا هدخلك تيست النهارده، ونزل وركب الاكزامينر، طلعت توتر اكتر توتر كان في حياتي، كل خطوه اعملها بعد كل لاندنج ابص للكابتن وارجع وابص للكابتن وارجع ايه الرياكشن، الاقيه مش مدي، هو مش بيتكلم خالص، هو كانه مش في الطياره، هو بيبص على ادائك وريني، فمع كل حاجه ابص كده الاقيه عمل تاتش اند جو، يعني لمسنا وطلعنا تاني لغايه ما خلاص قال لي تمام ناجحه اتفضلي اطلعي السولو بتاعك، بينزل هو من الطياره وبطلع انا اول طالعه سولو ليا،
فالفيرست سولو بتاعي ده انا ماشيه على التاكسنج كميه حاجات في دماغي طبعا اوفر سينكينج رهيب طبعا اللي هو شريط حياتي اهدي كده اه بالظبط اهدي كده انت اللعبه دخلت في الجد واللي هو انت في الاول حتى لو في كابتن جنبك مش بيتكلم خالص بس هو بيطمنك وجوده طبعا. اللي هو لو في حاجه ما ظبطتش او حاجه وقعت لان انت في كذا حاجه بتبص عليهم في نفس الوقت مع ان انت عايز تبص بره مع ان في وحاجات في ايدك ماسكها فممكن يقع منك حاجات طبعا. الكابتن بيقول لك الحقك خلي بالك كذا خلي بالك كذا خلي بالك كذا فانت لوحدك ما حدش يقول لك خلي بالك خلي بالك من نفسك فقلت ما فيش اي مشكله اخر طلعتين الكابتن ما اتكلمش خالص معايا ما علقش عليا حاجه يبقى انت تمام اللي عملتيه مع الكابتن هتعمليه لوحدك قلت اطمن في نفس السولو كله الفيرست سولو بتاعتي الحمد لله كانت طالعه كويسه جدا ونزلت واحتفلت مع صحابي طيب انا دايما بيكون يعني عندي انتماء لكليتي بصراحه انا خريج كليه اعلام فانا عندي انتماء لكليتي واي حد بيبقى خريج كليه اعلام بشيله فوق راسي وعرفت انك بتدرسي اعلام بجانب شغلك في الطيران مظبوط ليه وعايزه توصلي لايه في الموضوع بتاع الاعلام ده ماشي ليه علشان بابايا لما جينا نتكلم في حوار طيران زي ما قلت لك كان متردد في الاول فكان عايز تمام انا هدخلك وهقف معاكي وهنعمل كل حاجه انك تدخلي بس طمنيني خشي بجانبها كليه تانية فطب يعني دي كان اقتراح او فكره بابا يعني انا حتى في ناس كتير معايا مش بيدرسوا طيران بس فخلاص يا بابا ملهاش ناس من كليه تانية لا انا عايزه ابقى مطمن حاجه ابقى انا عارفها 100% اللي هو اعرف الحقك لو حصلت اي حاجه لكن طيران انا هسال مين مفيش حد في اسيوط او مفيش حد من معارفنا فبالتالي قال لي خلاص اختاري كليه وانا مش هعترض معاكي مش عايزه طب بلاش ميديكال خالص وهو نفسه ما كانش بيرحب بالفكره اساسا ان هي كانت صعبه وزي ما بابا بيقولها دايما بتدي اكتر ما بتاخد فما كانش عايزني ادخل الحته وهو دي وهو خصوصا كمان هو في المجال هو دكتور ده فاهم بقى له 25 سنه او اكتر يمكن يعني. بقى له 25 سنه او اكتر فهو عارف المجال كويس قوي فقال لي اختاري الكليه اللي انت عايزاها فبدانا نسيرش ان ايه كليات فلقيت اعلام فحطيتها من رغباتي وعملت كان اسمه ايه الامتحان بتاعها قدرات عملت القدرات بتاعها كان ليها قدرات في بني سويف واتقبلت ودخلت اعلام بابا قال لي انت وعايزه اقول لك ان انا دخلت اعلام الترم الاول بتاع سنه اولى كنت لسه بقدم طيران انت دخلتي في نفس الوقت الحقيقه ميرولا بجد القعده معاكي جميله جدا وفكره انه قاعد قدامك نموذج مشرف شاطر عنده اصرار على النجاح قصته تستحق ان هي تتقال وتستحق ان هي تطلع في التلفزيون انا مبسوط وفخور جدا 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 بيكي وحقيقي مبسوط ان في حد حوالينا يقدر يحقق ويقدر ينجح شكرا جدا 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 على وجودك معنا واكيد هيكون لينا لقاءات تانية شكرا جدا حضرتك دي كانت حلقتنا مشاهدينا الكرام مع كابتن طيار ميرولا ماجد صاحبة الألقاب الكتير وصاحبة النجاحات الكتير واحدة من أهم الشخصيات في صعيد مصر رغم صغر سنها ميرولا حققت حاجات في ناس كبيرة ما قدرتش تحققها ميرولا كانت قادرة توصل لحلمها بعون ربنا زي ما قال والدها وببركة صلوات مامتها وبإيد ومساعدة كل اللي حواليها الحقيقة اللي هي دايما بتتكلم عن مساعدتهم ليها دي كانت حلقتنا النهاردة بنشكر حضراتكم جدا وأخيرا عايز أقول لكم اعملوا زي ميرولا حققوا أحلامكم مفيش حاجة مستحيل زي ما ميرولا قالت وزي ما باباها قال وصدقوني كل شيء ممكن يحصل مدام في ربنا ومدام في اجتهاد ومدام في إصرار أكيد 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 هيكون في نجاح بشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة وإن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة إلى اللقاء